بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن قيادة مجلس عسكري في محافظة حماة مدينة وريفا. أنا العميد الركن أحمد خالد بري قائد مجلس عسكري في محافظة حماة باسمي واسم كافة الضباط وقادة الكتائب الثوريين في محافظة حماة مدينة وريفا. ندين المجازر التي يقوم بها النظام في كافة أرجاء القطر وآخرها مجزرة حي مشاعل 40 ومجزرة حي الجراجمة في مدينة حماة، والتي قام النظام بذبح الأطفال والنساء والشيوخ بالسكاكين دون رادعا وخارجا عن مفهوم الإنسانية، لأنه لا يوجد إنسان فيه ذرة من مشاعر الأخلاق ويقدم على ذبح البشر بالسكاكين. وإذا نعد أخوتنا في كافة أرجاء القطر بالتأريخ لشهدائنا، والله المستعان على ذلك. عاشت سوريا حرة أبيا.